مسؤولين توقص الرئيس حزب معارض كي ودني ووقوع الرئي قدوميها حزب قاسي عبد الرحمن محمد عبد الله عرو ومان تقول أن بلاران كوية شيء قدها حرونت حزب قاسي مقالة دهر قيسة وحاي شيئين إن حبي نمدي يولي بحيل كي أيوها ين حزب معارض كي ودني أي كقادين مسؤولين ما ننتي شلايا هيد شير شرايط كو قبتي قدها مقالة دهر قيسة كواسي وكودا واقعي قرب عصب أو كتر سن حزب معارض كي ودني وقورين تي وحا هل كاسي كهاد لي قدوميها حزب معارض كي ودني عبد الرحمن محمد عبد الله عرو يسوغونا شيغي ان ارينتن ياي اوغوب كو تاهي خير كو يالا حسابتا سياسادا دالكا يدونا يقولها دحي حزبي غاسي عودكا عانتاغا او قادين حلكا قادستا مزوريين تاسي ماركي وحودكا سيغا عانتاغا هي صوردا ماذا وحا ورباهين تالهاد لي قدوميها حزبي معارض كاي ودني عبد الرحمن محمد عبد الله عرو انيغو تحراعي اما اسكن اياه أما كدي مركي عن هلاي سوتشيدين تا تودي عن شحمرين تا أي كسوتشيدين لان شحمريو فبدها مقاعدة دهوس كورينيين أو كرد واقعي قروان شرعي أهين مركان كوغان عاية سبابها يودي عن شحمرين تا أو اسكتاي سوتشيدين تو ده عن شحمرينيات مركان أركي قدر كتوبناد أحير كحسبية ده يورد سياسة ده هذا نمبر 14 وكهد ليا سببها لغو غايك روحو بندما ده حسبي امور مركان عركي قضب كالطبنات احير كحسبي وكهد ليا سببها لغو غايك روحو بندما ده حسبي مركان عركي قضب كالطبنية صدحات حسبي لغو اساسي قدق عن شحمرينتا كانهد ليا تلابوين كلاقا قادي كرو xubnaha ku xad gudba xeerka iyo barnaamijka siyaasadeed ee xisbiga markaan arkay qodobka 37aad ee xeerka xisbiga ee gudoomiyaha u siinaya awoodda soo jeedinta xilka qaadista madaxda xisbiga ee ku xad gudba xeerka iyo barnaamijka siyaasadeed ee xisbiga markaan si buuxda ugu qancay xubnaha aan shaxmarintoodu la soo jeediyay inay si cad ugu xad gudbeen xeerka xisbiga iyaka urshadaba iyo barnaamijka siyaasadeed ee xisbiga iyagoo si sharci darro ah isugu magacaabay inay yihiin gudoomiye gudoomiye ku xigeen koowaad iyo hoggaamiyaha xisbiga waxaan soo jeedinayaa xubnaha guddiga fulinta iyagoo gudanaya waajibaadkooda sharci ah kuwa oo waafaqsan qodobka 37aad ee xeerka xisbiga inay koow مضانع عثمان إبراهيم ورسمه طاهر لقى قاضو حب النمادي قولها نحا يحب النمادي حسبك لما ضبا إساقو شاكتي قدومية حسبك لما مضانع أبو بكر الشيخ حسين معاد شينه لقى قاضو حب النمادي هجانك فلنتا قولها نحا يحب النمادي حسبك isagoo isna sheegtay gudoomiyaha kuxigeenka koowaad madax mudane faarax cilmi geedoole laga qaado xubinnimadii fulinta golaha dhexe iyo xubinnimadiiba isagoo sheegtay hoggaamiyaha xisbiga mudane xamsi xasan cabdiraxmaan oo maalmihi hore loo magacaabay gudoomiyaha kuxigeenka xogeeye ku-xigeenka amniga waxaasna ay soo jeedin laga qaado xilka uu hayay ee ahaa xogeeye ku-xigeenka amniga xubinnimada golaha dhexe iyo xubinnimada xisbigaba waxaan soo jeedinayaa in loo codeeyo mudanayaasha iyo marmooyinka waafaqsan in xubnaha aynu soo sheegnay laga qaado xilalka aan soo sheegay dhammaantood gacantaha taagay شاني صدن حبنود ذا شوغة صدن يا أفر روحي وقال هذا يعني إن دمان حلالك هي حبنا أسلقى قاضة عدي دي مترتو عدا مستي مترتو دونينا معضينين ساسو كوان صحي قوان كاسي maalmihii la soo dhaafay waxaa jiray khilaaf faahfaahsan oo soo kala dhex galay xisbiga mucaaridka ay wadani kaasi oo sababay
إن حلك لقى قاعدًا مزورين تانية ولي بقوة إيجا كهرية وحرير محمد كوسر تلفزيون كعالم بيجا ستار تي في مجلة هرجيسا.